السلام عليكم يا شباب، اتيتكم اليوم بفيديو جديد ولعبة يعني نقدر يعني نستطيع ان نقول جديدة، ولكن يعني الشابتر الثاني. طبعا قراني يا شباب، اليوم الشابتر الثاني يا شباب سوف نلعبها معا. ويعني الان انا يعني كم ساعة الان انتظر فقط الواحدة وعشر دقائق في الليل، وانا يعني وحدي يعني في الغرفة، لذلك يا شباب الجو سوف يكون مرعب جدا. لذلك لعبنا طبعا نحن قراني في القناة يعني منذ وقت طويل، منذ عام ربما. سوف نلعبها المرة الثانية الآن. قبل أن نبدأ يا شباب لن تنسوا زر اللايك وزر فعل زر الجرس والاشتراك لكي يصلكم كل جديد. و let's go. طبعا نضغط على بلاي يا شباب. و difficulty طبعا يعني صعوبة، نضعها يعني في نورمال. و let's go. day one، اليوم الأول. let's go. chapter two يا شباب. let's go. يعني منذ وقت طويل مع أن نلعب لعبة رعب، منذ شهر ربما عندما لعبنا تلك اللعبة التي تشبه فرايدي. اوكي سوف نمشي يعني ببطء. اوكي الكاميرا، طبعا هناك كاميرا، لذلك يجب علينا ان يعني ان نذهب من هنا. وش سوف يأتون؟ لان هناك كاميرات، لان هناك كاميرات يا شباب. او ماي جاد او ماي جاد، لم يراني. انزل انزل انزل. او شيت، كان سوف يراني شباب. اوكي هناك كاميرا هنا، دعنا لا يوجد شيء هنا. اوكي دعنا نذهب من هناك الى هذه الغرفة. ندخل الى هنا. اوه ماي جاد، مكان التعذيب مباشرة من مكان التعذيب. اوه شيت، لا يجب الا يراني. اوكي لا يوجد شيء هنا. ماذا You need a hand wheel. نحتاج إلى، أظن أن الهاند ويل هي يعني تلك، سأضع صورتها في المقطع يا شباب. لا أعرف اسمها بالعربية ماذا، أظن أنها هي. أو ماي جاد أو ماي جاد، يجب علينا أن نختبئ لأنها ربما سوف يأتي. يدخل 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 ولا تخرج صوت. أغلق الباب، تعال من هنا، ان هذه تخرج صوت خاصة بالتي تعلق الملابس، تخرج صوت يا شباب. نحتاج الى السيف كي، يعني المفتاح السيف، مفتاح الخزنة. اوكي لم تسقط يا انا يا. اوكي لم تسقط، جيد. دعونا نفتح هذه، دعونا نفتح هذه يا شباب. ما لا فيها شيء. اوكي لا يوجد فيهم شيء. دعونا نفتح هذا الباب. براني ليش هنا؟ او زوجها او ماي جاد، مكان مرعب. دعونا نفتح هنا. لا يوجد هاند، لا ليست هي. دعونا سوف نعود الى هذه الماما لاحقا. او ماي جاد يا شباب، واو. او ماي جاد، لحد الان لم يروني، لحد الان لم يروني. اوكي دعونا ندخل من هنا. مغلوق. أو سوف يسمعون الصوت. أو شيت، طبعا يا شباب أنا يعني الصوت يعني نقصته كثيرا، لأنه يعني لن تسمعوا صوتي يعني في الفيديو، لذلك نقصت الصوت. أنا الآن لا أسمع. أو ماي جاد، يجب أن نكون حذرين حذرين. أين هم يا شباب؟ زوجها رأيته لكن هي لا أراه. اوكي شوف الحمام، هناك شيء في الحمام يا شباب. ما هذا؟ It's a picture، صورة يا شباب. او ماي جاد، لو رميتها سوف يسمعون يعني. هناك اين اختبئ؟ اوكي سوف ارميها مباشرة، ساختبئ مباشرة. ادخل 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 لهنا، سكر الباب سكر. او ماي جاد يا شباب، سوف يأتون لانني رميتها. هل يوجد شيء هنا؟ توجد هذه التي ننزل منها.
خاصة بي، أظن أنها خاصة بالهوية. أخي لا يوجد شيء هنا، سوف ننتظر كمان حتى تأتي أو زوجها. إذا لم يأتوا سوف أخرج، إذا لم يأتوا شباب سوف أخرج. أوكي سوف أخرج، دعنا نرى مع إنها بيكتشر. نفتح هذا يا شباب، سوف نفتحه. سيف كي، إيه هذا مفتاح القارب يا شباب، بوت كي. الذي لا يعرف ما معنى كلمة بوت هي قارب يا شباب، هذا مفتاح القارب. تلك لا نستطيع فتحها. دعونا نفتح الباب مباشرة إذا كانوا أمامنا. أوكي جيد جيد جيد، ليس هنا، في منطقة ما. أوكي أغلق الباب. وإنه الوحش الخاص بها، وحشها الأليف. هذا يا شباب يجب أن نجلب له اللحمة لكي نستطيع يعني الدخول إلى منطقته. يجب أن نجلب له يعني شيء يأكله. أوكي كان من هنا لا يوجد شيء، لا يوجد شيء يا شباب. دعونا ننزل، أتمنى ألا تكون هناك. دعونا ننبطح. مكان آمن هنا أظن، أظن أن المكان آمن هنا. ما هذا؟ we need a wrench. يعني شباب أنا لا أعرف يعني مثل ما تقولون الإنجليزية ولا أعرفها، لذلك لا أعرف ملك كلمة معنى كلمة ورنش. لذلك يا شباب سوف نكنسل الموضوع من هنا. دعونا الآن نخرج. شباب هل أحاول؟ تم تلك. ماي جاد يا شباب، شيت أكلني هذا الوحش. أو ماي جاد، لم أكن أعرف أن هناك شو وحش هناك، والله إني لم أكن أعرف. الداي تو، داي تو، اليوم الثاني للأسف خسرنا في هذا اليوم. سوف نذهب الآن. دعنا نذهب. أوكي دعنا نخرج الآن من الغرفة. هذا الصندوق لما نفتح ماذا يحتاج إلى كروبر. أوكي وهذا أيضا لما نأتي إلى هنا. أوكي نغلق الباب وراءنا لكي لا يأتي أحد. أوكي لم يأتوا. دعونا ننزل ببطء. أوكي أظن أن من هنا نذهب إلى القارب. نعم نعم إنه القارب يا شباب. شيت هذه المنطقة أيضا فيها وحش. أوكي ماذا نحتاج للقارب؟ ماذا نحتاج؟ سبريك لوب. أوكي وهنا ماذا نحتاج؟ إلى الوقود أظن. نعم من الوقود ومفتاح القارب أظن. أوكي ماذا نحتاج لهنا؟ أوكي هذه لا أعرفها، وأيضا مفتاح القارب. أوكي وهذا ماذا نحتاج؟ بادلوك، مفتاح البادلوك. أوكي نحتاج في تلك المنطقة إلى مفتاح البادلوك. أوكي يا شباب الجرافيك سيء، ولكن يعني إنها لعبة يعني كراني، أنتم جميعا تعرفون كراني أصلا، هي لعبة لعبة للهاتف. يعني من المحتمل أن يكون الجرافيك الخاص بها سيء يا شباب. ذلك دعونا نخرج. أوكي دعونا نخرج ببطء كي لا يرانا. لا أظن أنهم عند يعني عند الكاميرات، لأنهم عند الكاميرات سوف يرانون. أو ماي جود لم يخرجوا، لماذا يا شباب؟ أنا لم أراهم. ربما يكونون في الطابق الثاني. الطابق الثاني يا شباب لم أذهب إليه. دوكت تاب. ماي جاد جو. يا شباب والله يا شباب إنه ماي جاد ارتعشت. يا شباب والله إني رأيته على الحافة. أوه ماي جاد كيف ارتعشت؟ أوه ماي جاد، حيث أنني وحدي في الغرفة الآن، ويعني أنا يعني طافئ الأضواء، ويعني الجو يعني الخاص بالرعب راكم أنتم يعني فاهمون. ذلك يا شباب دعونا نخرج الآن. رأنا لأنني أنا أصلا كنت أبحث عنهم، يعني لم أراهم أبدا، رأيته هو فقط، جيراني لا أعرف أين هي.
اوكي دعونا نتأكد من انه ليس قادم. اوكي نمشي يعني ببطء او نسرع قليلا. دعونا نسرع. دعونا نصعد الى الطابق الثاني لان اوه ماي جاد صورة جراني. اوكي ليش هنا؟ اوكي ليش هنا ايضا؟ اظن انهم هناك. ماذا يوجد هنا؟ دعونا نفتح هذه المناطق كي نرى. اوكي هنا يجي شيء، يعني في بعض الاوقات اللحم يكون هنا يا شباب، لكن انا لا ارى. اوكي وونش هذا وين هذا؟ اوه ماي جاد، اوه ماي جاد جاءت. اوه شيت، ثاني مرة ارسلش، ثاني مرة يقراني، ثاني مرة. اوه ماي جاد، طبعا وجدنا الوونش الوونش. اوه ماي جاد، الانجليزية الخاصة بي يعني سيئة. قلت لكم يعني وجدنا يعني ذلك المفتاح، نحن باللغة الجزائرية نقول له مفتاح. وجدنا ذلك المفتاح يا شباب، جيد. اوكي سوف اذهب لاحضاره، لان هناك شيء يفتح بالوونش، اظن انه هذا. لا هذا يفتح بالكروبار. هناك شيء يا شباب يفتح بالوونش، هذا اظن انه بالمفتاح. لا هذا، اوه ماي جاد، هنا الاعدام مباشرة، شلخ مباشرة يا شباب بدون اي. اوه ماي جاد، جا 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 جا. اوه ماي جاد، اردت الدخول الى منطقة القارب ولكنني لم افلح. اوه اخر ليلة، لا يا شباب الليلة الرابعة لما نعم هذه اخر ليلة. اوه ماي جاد يا شباب، اوه شيت، يب موتنا. طبعا انا يعني لا اعرف العب جراني يعني ابدا، يعني لا اعرف هذا ابدا يعني يا شباب، لذلك سلكوا لي قليلا، يعني لا اعرفها. جاء 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 جاء، اسرع 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 اسرع. الباب ليه غلق؟ رأني شباب، أظنه يبحث عني. هل أخرج؟ أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، اختبئ 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 يا شباب، إنه أمامي، إنه هنا فقط. هل رحل؟ أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، أوه ماي جاد، إنه يبحث عني. هل سوف يخرج أم لا؟ إنه ذايب إلى هناك، دعونا نخرج وراءه. سأنتظر حتى يذهب يدخل ثم أخرج. أخرج 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 أخرج، إنه في القبل. جراني وجراني جراني جراني، الحصار والحصار. رأني يا شباب، نعم رأتني. أو ماي جاد، أو ماي جاد، كيف سنموت؟ يب بشلخ. أو شي ارحمونا، لا لا لا، يب سوف نموت. نعم جيم اوفر. اوكي يا شباب، رأيتم اننا جربنا يعني الشابتر 2 من جراني، ورأيتم انني يعني سيء في اللعبة جدا. عندي صديقي يا شباب هنا في يعني هنا يعني في الجزائر يا شباب، يعرف يعني يلعبها جدا، يعني يمكن ان يعني في 10 دقائق يستطيع تختيم جراني ويستطيع تختم شابتر 2 وشابتر 3 حتى يستطيع تختيمه. لذلك يا شباب انا يعني نوب في جراني شابتر او يعني 1 وشابتر 2 ايضا، يعني مثل ما رايتم في العام يعني في الماضي عندما كانوا كنا في البدايات، طبعا فشلنا ولم يعني نختمها، وهنا ايضا فشلنا يا شباب. طبعا يا شباب سوف احاول كيف اتعلمها من اليوتيوب وهكذا، وساعيد لكم الفيديو الثاني ان شاء الله، الجزء الثاني من تختيم جراني شابتر 2. لذلك يا شباب كان معكم نصر من قناة نصر جيمنج، لا تنسوا اللايك والاشتراك وفعل زر الجرس لكي يصلكم كل جديد، وبيس اوت.